الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والحمد لله لمن رزقنا العلم والهداية والحكمة. يسعدنا اليوم وتحت رعاية المهندس لطفي عبد الرزاق الزرقاني، مدير إدارة التخطيط والتطوير والتميز المؤسسي بمصلحة التفتيش والتوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم ليبيا، ضمن مبادرة رواد التعلم الرقمي وضمن فريق احتياجات التدريبية للقرن 21 في عصر الرقمنة، بقيادة الأستاذ فوزي محمد الحلواتي قائد ومؤسس الفريق، وفريق الصالون الليبي التعليمي بليبيا مع الأستاذة مبروكة عبد الله الخير رئيس قسم التدريب ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي. أن نرحب بالمدرب والأستاذ الفاضل أستاذ إبراهيم عبد الهادي محمد عبد اللطيف، أخصائي اجتماعي أول مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم جمهورية مصر العربية، باحث دكتوراه في العلوم الاجتماعية والنفسية وبحوث ذوي الهمم، ومدرب ومحاضر بحث علمي، محكم بحث علمي بمسابقات أيسف للعلوم والتكنولوجيا، خبرة 15 سنة بالعمل أخصائي اجتماعي مدرسي، الحصول على أخصائي مثالي اتحادات طلابية وأخصائي اجتماعي باحث، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين على المهارات الرقمية والبحثية والمهنية المختلفة، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين على المهارات الرقمية والبحثية والمهنية المختلفة، وتدريب الطلاب على المهارات الرقمية الحياتية والتكنولوجيا. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم عبد الهادي في أهلا ورشة توظيف أهلا المهارات. بحضرتك، اتفضل في بقولك أهلا ورشة بحضرتك. اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك، ونستزيد من علمك اليوم في ورشة توظيف المهارات الإحصائية للبحوث العلمية. واضح إنها ورشة ذات ثقل علمي مميز، وأولا هبتدي ببعض المحاور. ما المقصود بعلم الإحصاء والأساليب الإحصائية لجمع المعلومات، وما هي المهارات الإحصائية في البحوث العلمية، وتوظيف المهارات الإحصائية بالبحوث العلمية من خلال البرنامج الإحصائي سباس أو برنامج مايكروسوفت إكسل، وتفسير نتائجها بطريقة علمية. فمثل ما قلنا ورددنا، واضح إنها هتكون ورشة تدريبية ذات ثقل كبير جدا في فريق الاحتياجات التدريبية. وهنقول للبعض ملاحظة، فورم الحضور يا جماعة ما نقلقش، سيتم نزوله أثناء المحاضرة ومستمر لمدة ربع ساعة فقط، يرجى الانتباه لذلك والتسجيل في وقت نزول. وأيضا ما نقلق أبدا من ناحية التسجيل، لأن التسجيل كما تعودنا مع فريق الاحتياجات التدريبية ينزل عقب المحاضرة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بأستاذ إبراهيم، ويشرفنا حضورك. اتفضل. أهلا بحضرتك أستاذة مبروكة، وفي البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي أما بعد. في بداية كلامي بحب أشكر جروب الاحتياجات التدريبية للقرن 21 في عصر الرقمنة تحت قيادة الأستاذ المبدع دائما أستاذ فوزي الحلواتي، وبالتعاون مع الصالون التعليمي الليبي لجمهورية ليبيا الشقيقة على رأسهم الأستاذة مبروكة عبد الله الخير، وأيضا مصلحة التوجيه والتفتيش التربوي وزارة التربية والتعليم الليبية. بشكر الجميع وبشكر السادة الحضور، وبحب أنوه في الأول يعني بالنسبة للمناقشة، لو حابين هتبقى مناقشة جدلية أو ممكن إحنا نشرح الأجزاء وفي الآخر نخلي المناقشات في الآخر أستاذ فوزي، ولا هيبقى في يعني إن شاء الله، تداخلات؟ إن شاء الله إن شاء الله. هيبقى في آخر المحاضرة خالص. تمام، يعني إحنا هنشرح، وإذا كان في حاجات في وسط المحاضرة لا، كل الأسئلة هتبقى في الآخر إن شاء الله. تمام. طب أنا أفتح الشير من أستاذ إبراهيم، اتفضل شير من عندك، أنا هعمل إيقاف المشاركة من عندي وحضرتك اضغط على الشير. ظهرت الشاشة يا فندم؟ ظهرت كده؟ ظهرت. تمام، واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي أما بعد. بحب أشكر السادة الحضور اللي واظبوا معانا في حضور المحاضرة القيمة. وفي الأول بحب أعرفكم إن المحاضرة هيبقى فيها جزء نظري، تمام،
وجزء تطبيقي باذن الله اذا سمح الوقت. فانا مش هعمل اثابه في الجزء النظري، اكيد معظمكم عارفينه، وهنتناقش مع بعض، وانا هكسب من حضراتكم خبرات اكتر، يعني حضراتكم اساتذه كبار. في بدايه محاضرتنا ان احنا بنتكلم عن ازاي ان انا توظيف المهارات الاحصائيه في البحوث العلميه. في البدايه بتكلم يعني ايه علم احصاء. علم احصاء يعني في الاول كده انا عايز اتكلم مع حضراتكم، اقول لك تخيل معايا ان في قدامك طاوله وعليها مجموعه من النقود المختلفه لبيئات مختلفه، اذا كانت سواء نقود او عمله ورقيه، عمله معدنيه، وعايزين انت تخيل احنا بالنسبه لمجموعه العملات اللي على الطاوله دي، احنا ممكن نتخيل احنا عايزين نصنفها هنعمل ايه؟ ممكن مداخلات بسيطه او ممكن عشات. استاذ فوزي أعتقد إن إحنا هنعمل لها إحصاء، يعني هنبدأ نجمع العملات اللي هي ذات الشكل الواحد أو ذات تمام القيمة الواحدة، ونبدأ تمام نعمل لها عملية إحصاء. مين معايا اتشرف بالاسم؟ وسام. تمام. وسام مين؟ إبراهيم. ايه وسام تاني؟ إبراهيم. ايه تاني؟ في حد كاتب حسب القيمة؟ تمام. لا عايزين كده يبقى في عارفين، عايزين يبقى في اكتف كده، احنا لسه بنبدأ تقسيمها. تمام، الفئات الرقمية. تمام، المعدنية في خانة والنوع والحجم. تمام، ايه تاني؟ ايه تاني ممكن؟ طب ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني احنا تخيلنا ان طاولة عليها عملات ورقية وعملات معدنية لدول مختلفة، سواء بقى دول عربية، دول أجنبية، دول مثلا شرق آسيا. ايه الغرض من الكلام اللي انا بقوله ده؟ تمام، تصنيفها وترتيبها. احسنت يا استاذ مصطفى. نيجي نقول بقى يعني ايه علم احصاء؟ ايه المقصود بقى علم احصاء؟ من واقع بقى المثال اللي احنا اديناه، حد كده يقول لي؟ نقول علم ترتيب احصاء. المعلومات وإحصائها في مجموعة من البيانات الواضحة تمام، لسهولة التعرف عليها وسهولة الاستدلال فيها. حساس استاذ مفيد. مين تاني؟ محدش عايز. طب نتكلم، هو علم الاحصاء هو العلم بيستخدم الاسلوب العلمي او التفكير العلمي، ده لازما يعني ما ينفعش استخدم علم الاحصاء ده بطريقه عشوائيه. احنا الاول زمان كان طريق العد بطريقه بدائيه، ان علم الاحصاء ده من زمان زمان كنا بنستخدم العد والحصى والحاجات دي، بس انا لما اجي اتكلم عن علم الاحصاء كعلم او احد اشكال او فروع علم الرياضيات، واقول هو العلم اللي يعمل على استخدام الاسلوب العلمي في التفكير من خلال بقى زي ما قلنا اهو، بنجمع البيانات ونعمل لها عمليه تبويب، نحطها بتبويب في جداول. تمام، عندي ارقام خام ببتدي اعمل لها نظام حاجه اسمها فئات، واعمل لها تبويب احطها في جداول وابتدي الخصها واعرضها في الجداول وابتدي احللها. انا عندي ارقام، ايه مدلول الارقام؟ يعني انا قلت مثلا عندي 100 طالب وحطيت في درجه مثلا الصوت. أستاذ إبراهيم، افتح المايك أستاذ إبراهيم. بات ألو. ايوه اتفضل استاذ ابراهيم. بس لما نقول عرضها وتحليلها بهدف الوصول ايه بقى؟ انا عايز اوصل لحكم على قرار او مشكله معينه. لو خدنا مثلا مشكله ازمه كورونا، كنا عايزين نعمل مثلا حصر للناس اللي اتصابت،
انا عندي مثلا جابوا لي جداول او بيانات مثلا 100,000 واحد، انا هعرف احلل البيانات دي؟ هعرف احللها كده كشخص بطريقة عادية، هعرف احلل البيانات؟ هعرف ولا لا؟ هعرف؟ حد يرد يا جماعة؟ حد؟ ألو؟ ألو؟ أستاذ إبراهيم إحنا معك. آه بالنسبة لتحليل كمية كبيرة من تمام. البيانات بدون برامج، خصوصا إن الأعداد تكون كبيرة، هتحتاج برامج مثل الإكسل أو برامج أخرى إحصائية. تمام اتفضل أكمل حضرتك، و يعني على أساس إن المايكات مغلقة تمام وإن الحوار في يبقى احنا كده في المحاضرات الأونلاين بياخد وقت كبير شوية. اتفضل. يبقى احنا كده قلنا ان علم الاحصاء او الستاتستيك ساينس ان هو علم بيعمل على استخدام الاسلوب العلمي، دي اهم حاجه، لازم انا استخدم الاسلوب العلمي في طرق جمع البيانات، بعمل لها عمليه توظيف وتلخيص وعرض وتحليل بهدف الوصول للاستنتاجات او الحكم على قرار معين او مشكله زي ما اتكلمنا بالنسبه لايه مشكله. ايه اهميه علم الاحصاء بالنسبه في البحوث الاجتماعيه او في حياتنا بصفه عامه؟ عايز مداخلة أو مداخلتين؟ إيه أهمية علم الإحصاء؟ ألو؟ ألو، أي إيه أهمية علم الإحصاء؟ أنا علم كشخص بس الإحصاء بستخدمها مثلا، أنا كمعلم بستخدمها، قمت ببحث او عملت مشروع بحث للطلاب، تمام. ايه هو ايه فات علم الاحصاء، تمام، او استخدمته مثلا كنوع في درس او في استراتيجية عندي، ايه اهميته؟ اتفضل. قصدي النساء تمام، عرفنا بس سهلة باسمك يا الاول، توفيق. عرفنا باسمك استاذنا. علي علي صالح مصر. اهلا بحضرتك استاذ. تفضل. أهمية علم الإحصاء بيوفر عليك الوقت والجهد في جمع المعلومة. تمام. ايه تاني؟ يعني بيدي لك نتائج صحيحة. تمام. ايه تاني؟ التكنولوجيا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. شرف حضرتك. علم الإحصاء، علم الإحصاء يعني لما أنا عندي درس وبنستخدم حتى علم الإحصاء بيعطيني وصف كافي ودقيق لجمع المعلومات أو الوصول إلى هدفي ووضوح أمام التلاميذ يعني. تمام، أحسنتي أحسنتي يا أستاذنا، أحسنتي. هنقول بقى علم الإحصاء بفروعه بقى، جميع فروعه اللي عندنا طبعا لسه هنتكلم بعد كده، هنقول إنه تقديم حقائق بشكل محدد. يعني أنا مش هينفع الحقائق اللي أنا بقدمها ده أخدها زي ما قلنا بطريقة عشوائية أو بطريقة تقليدية، لازم تقوم على حقائق محددة. ونقول برضو إن الإحصائيات اللي أنا بتوصل عليها بتقوم بتسهيل عملية المقارنة، يعني زي ما قلنا دلوقتي ودكتور أستاذ فوزي اتكلم إن لو عندنا بيانات كتيرة إزاي هنعرف نقارنها كده بشكل تقليدي؟ لا، لازم بستخدم المعاملات الإحصائية عشان أعرف أقارن بين كمية كبيرة ضخمة من أو البيج نمبر أو البيج داتا عشان أقارن وأعمل عملية المقارنة، وبعد كده أطلع قراري وأعرف أطلع مين الناس المصابة أكثر بالكورونا بالنسبة لفئة مثلا الأطفال ولا فئة الشباب ولا مين أكثر، النساء ولا الذكور. دي كلها من المسائل الإحصائية. أنا لو كده أخدتها بشكل، أنا ممكن أخد فيها شهور وسنين، بس بالمعاملات الإحصائية اللي احنا بنستخدمها بتسهل عليا الوقت والجهد زي ما الأستاذ علي قال. تمام، إنها برضو بالنسبة من الأمور في عملية الاقتصاد للدول والسياسات، لما أجي أقعد على سياسات وأجيب مؤشرات بيانات للدول، زي مثلا عندنا لسه مؤتمر اللي هو الأطياف بتاع المناخ، فأنا بعمل مثلا حصر ليه بالنسبة للبيانات والأشخاص اللي هيشتركوا في المؤتمر بعد كده.
دي برضه بالنسبة للبيانات المهمة. بتقدم الإحصائيات الإرشاد والنصح في سياقة السياسات زي ما قلنا، وبناء النتائج الذي يتم الحصول عليه. الإحصائيات برضه بتساعدنا في التنبؤ بالنتائج، إن أنا برضه في بعض المعاملات الإحصائية حاجة اسمها مثلا معامل الانحدار، بستخدمه في إن أنا أتنبأ بالبيانات، وهي فرصة في اتخاذ القرار، إن هي بتساعدك برضه بتدعمك في تقديم الحلول لمعالجة الآثار الناتجة عن هذا القرار، وإن الطرق الإحصائية برضه مفيدة في صياغة الفرضيات، واللي هنتكلم عليها بعد كده إزاي أنا أصيغ فرض. يبقى عندنا حاجة اسمها فرض صفري وفرض بديل، دي الفرضيات تمام، لما نيجي نتكلم بعد كده في المحاضرات اللي هي خطوات البحث العلمي باستفاضة تمام، هنتكلم إن في حاجة اسمها فرضيات وأنواع المختلفة، وببتدي بقى أختبر هذه الفرضيات بشكل كامل. ده كله من خلال إيه زي ما قلنا المعاملات الإحصائية بشكل مثلا يدوي، أو بشكل بقى اللي إحنا بنتكلم بقى عشان التحول الرقمي والرقمنة وبتاع، زي برنامج الـ SBS اللي إحنا هنشتغل عليه في الجانب التطبيقي تمام. في مشكلة كده، في مشكلة بالنسبة اللي فات. ألو، تمام أستاذ، تمام. إحنا كده خدنا إيه هو علم الإحصاء وإيه أهميته بالنسبة لنا بصفة عامة أو بالنسبة للدول والسياسات تمام. نيجي بقى ندخل، يعني أنا معلش أنا بجري في البتاع عشان إحنا لسه عندنا الجزء التطبيقي ياخد وقت تمام. إيه هي الأساليب الإحصائية اللي إحنا ممكن نستخدمها في البحوث العلمية؟ إيه ممكن نستخدمها؟ يعني إيه هي الأساليب الإحصائية أو أنماطها؟ تمام. اتفضل استاذ ابراهيم، اسرد على طول استاذ ابراهيم عشان تمام. الوقت بس تمام. هنتكلم، هنقول بالنسبه للاساليب عندنا حاجه اسمها الاحصاء الوصفي. الاحصاء الوصفي ده ان احنا بنتكلم بنقول ان هي احد الطرق الاحصائيه المستخدمه في وصف مجموعه معينه من البيانات، بتتضمن اساليب جمع البيانات تمام، وقلنا زي ما قلنا طبعا ان احنا بنقول بجمعها وتبويبها وتلخيصها وعرضها باستخدام المقاييس المختلفه. ايه هي المقاييس المختلفه اللي احنا ممكن نستخدمها في الاحصاء الوصفي او الديسكريبتيف ستاتستيك؟ عندنا حاجه مثلا ممكن نتكلم حاجه اسمها اكيد سمعنا عنها المتوسط، الوسيط، المنوال تمام، دي كلها من الاحصاء الوصفيه تمام. وبننقسم عندنا حاجه اسمها مقاييس الناس على المركزيه، اللي هي عندنا المتوسط ومقسمه لحاجتين، حاجه اسمها مقاييس النزعه المركزيه ان هو اللي هي المتوسط بيتمركز حول وسط الحساب، دي بنستخدم فيها زي ما قلنا المتوسط، عندنا الوسيط، عندنا بقى نيجي في مقاييس التشتت اللي هي تشتت البيانات او الارقام على وسطها الحساب، اللي هي زي عندنا حاجتين اساسيتين احنا ممكن نشتغل بيهم، حاجه اسمها التباين اللي هي الفروانسي، وحاجة اسمها الانحراف المعياري اللي هي ستاندر تمام. يبقى عندنا حاجتين في مقاييس التشتت بالنسبة للإحصاء الوصفي اللي هم ثابتة يا أستاذ إبراهيم ولا عندني بس؟ لا ثابتة. طيب ماشي تمام. يبقى احنا اتكلمنا بالنسبة أول نمط أو أسلوب من الإحصاء، الإحصاء الوصفي تمام، اللي احنا قلنا طبعا إن هو بيوصف مجموعة من البيانات وبنقوم طبعا بجمعها وتوظيفها، وقلنا ايه هي الاساليب اللي احنا ممكن نستخدمها، وقلنا في نوعين اللي هي مقاييس النزعه المركزيه ومقاييس التشتت اللي هي قلنا الوسيط والمنوال، وده كله هنعرف ازاي نستخدمه في بالنسبه للبرنامج الاس بي اس بطريقه علميه تمام. نيجي في النوع الثاني اللي هو النوع الثاني من انواع الاساليب الاحصائيه، هو الاحصاء الاستدلالي او الاستنتاجي. ايه هو الاحصاء الاستدلالي والاستنتاجي؟ اللي هي الطرق الاحصائيه اللي بتشمل زي ما قلنا على الاستنتاجات بقى، وبتحول المصدر اللي انا جمعته بقى من الاحصاء الوصفيه اللي ايه بيقوم على عمليتين اساسيتين، حاجه اسمها الاسسمنت اللي هي التقدير، اللي هو بعمل ايجاد للقيمه تمام، القيمه الحقيقيه دي في مصدر البيانات. تاني حاجه بحطها في صيغه فروض زي ما احنا قلنا، عندنا حاجه اسمها فرض، بقول ايه زي ما اقول مثلا توجد علاقه بين العوامل الوراثية وتأخر الإنجاب تمام، توجد علاقة بين عدم الوعي البيئي والإصابة بفيروس كورونا. دي كل أنا بفترض حاجة تخمين،
بفترضه، وباجي بحط الفرد ده، باجي اعمل الاستبيان بتاعي بعد كده، وابتدي احط الفرد وقيس على المبحوثين او العينه او المجتمع اللي انا هطبق عليه. طبعا اذا كان مجتمع هيبقى عينه كبيره، هستخدم عينه صغيره لو مش هقدر اجيب المجتمع ككل، فباخد جزء منه وبطبق عليه، وبعد كده برجع اعمم ايه البيانات. تمام، ده باختصار كده ان احنا قلنا بقى اللي هي الاساليب او انماط الاحصاء الاستدلالي اللي احنا ممكن نشتغل عليه، ولا اساليب زي ما قلنا في الاحصاء الوصفي. احنا ممكن عندنا حاجه اسمها لو دراسات مثلا تجريبيه، بنستخدم حاجه اسمها اختبار تي تيست للعينات المستقله والمترابطه. تمام، او حاجه اسمها وان وي نوفا، دي بنستخدم بقى اللي هي اختبار بفروض علاقه ارتباطيه بين متغيرات مستقله متعدده. تمام، وفي حاجه برضو لو عينه واحده مثلا بقيس حاجه واحده اسمها وان سيمبل تيست. تمام، وبرضو في الاحصاء الاستدلالي انا بنقسم عندي الاحصاء في حاجتين، حاجه اسمها الاحصاء المعلمي او البارومتري. تمام، وحاجه اسمها الاحصاء اللا معلمي او اللا بارومتري. تمام تمام كده يا استاذ فوزي؟ تمام، اتفضل استاذ. اتفضل. تمام، يبقى احنا كده قلنا بينقسم عندنا الاحصاء، عشان لما اجي اطبق بعد كده يبقى عامل استبيان ازاي اعرف انا هستخدم الاحصاء البارومتري ده. بجيب حاجه اسمها في الاول حاجه اسمها التوزيع الطبيعي والاعتداليه، ودي طبعا محتاجه محاضرات انا بتكلمها بصفه نظريه، وبعد كده باذن الله في محاضرات الحاجات دي هنطبقها، ازاي اجيب انا التوزيع الطبيعي للبيانات في الاول. دي اول حاجه بعملها، يعني البيانات لازم لو هتتوزع توزيع طبيعي او اعتداليه. تمام، اللي هي بنسميها عندنا اللي هي الهيموجينتي، الهيموجينتي اللي هي التوزيع الطبيعي. تمام، او التجانس، لا التجانس. تمام، هيموجينتي التجانس، وقلنا التوزيع الطبيعي، وحاجه اسمها الاستقلاليه، دي كلها من البيانات اللي بنجيبها، او معامل الالتواء والتفلطه، دي كلها بيانات عشان اقيس انا بعد كده هستخدم الاحصاء زي ما قلنا البارومتري، اللي هو زي ما قلنا اللي هو اختبار تي تيست او وان نوف اللي اتكلمنا عليهم. تمام، ولا البارومتري زي مان ويتني ومقاييس ثانيه مختلفه. دي حاجات اساسيه او شروط اساسيه. انا لو مشيت بشكل عشوائي لا، ما انا ممكن الاحصاء البيانات عندي ما بتتوزعش توزيع طبيعي واعتداليه، وراح استخدم الاحصاء البارومتري، ده غلط. فانا قبل لما اعمل اي بيانات لازم زي ما قلنا ايه هندخل على برنامج الاس بي اس ونعمل اللي هو التوزيع الطبيعي بتاعنا ونقيس. طلعت البيانات بتوزع توزيع طبيعي، خلاص هستخدم الاحصاء البارومتري. ما طلعتش هستخدم الاحصاء اللا بارومتري. نيجي كده احنا يعتبر خلصنا الجزء النظري. انا كنت حابب ان احنا مثلا هنعمل حاجه اسمها استبيان الكتروني. احنا هنتكلم الاول على البرنامج الاس بي اس اهو بصفه نظريه كده سريعا. ايه هو يعني ايه توقعكم اس بي اس اس؟ يعني ده اختصار ولا هو كده اس بي اس اس؟ اكيد بنشوف عندنا حاجات كتير اختصار. اكيد اختصار استاذ ابراهيم لبرنامج احصائي يستخدم في تمام. في الاحصاء وعمليه الاستدلال. اتفضل. طبعا شكرا شكرا استاذ فوزي. تمام كده زي ما قال الاستاذ فوزي. تمام، هو الاختصار لايه؟ statistical package for social science، اللي هي الايه اللي هي بمعناها الحزمه الاحصائيه للعلوم الاجتماعيه. هل يعني ما ينفعش نستخدم برضو المجال الطبي؟ ما ينفعش نستخدمها؟ لا طبعا، بس هو ده المسمى بتاعها او اللي عملوه اختصار للمسمى ده. تمام، اللي باين قدامنا على الشاشه. وينفع مثلا بتاع الزراعه يستخدموه، بتاع التربيه يستخدموه، اكيد. وفي برامج احدث من الاس بي اس، بس احنا بنتكلم على الاس بي اس اس ان هو بيستخدم في العلوم الاجتماعيه والعلوم التربويه، وممكن العلوم مثلا في مجال الزراعه، مجال الطب برضه في اجزاء بنستخدمها. لو انا هقيم اثر مثلا، استخدمت مثلا عندي مرض مثلا كورونا، عملت اختراع او عقار. هو استاذ ابراهيم بعد اذن حضرتك، هو يعني علشان هو بيستخدم في العلوم الاجتماعيه. تمام، علشان بيحول
المجتمع الوصفي إلى أرقام وبعد كده يحولها لإحصائيات، هل المعلومة دي عندي صحيحة؟ هو ماشي، هو ده جزء بس. انا البرنامج ده زي ما قلنا في الاول يا استاذ فوزي، احنا قلنا عندنا بيانات بيج داتا او ارقام كبيره، انا هعرف لو قعدت استخدمتها بالشكل اليدوي لا هتاخد هو معايا وقت. لا لا المقصود كله ان هو بيستخدم في المعروف ان العلوم الاجتماعيه علوم وصفيه، تمام، بتستخدم المنهج الوصفي. ما احنا انا لما كلمتك عشان بتستخدم المنهج الوصفي مضطر ان انا اخرج احول الاوصاف اللي هو الحاجات النصيه الى 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 ارقام، وبعدين استخدم الارقام في الاحصاء. تمام، احنا نتكلم عندنا، ما احنا عندنا حاجه في انواع البيانات، بيانات كميه وبيانات ايه نوعيه او كيفيه. تمام، انا عندي ارقام خام بدخلها في البرنامج وابتدي ابوابها زي ما قلنا في قلب البرنامج، وهتطلع لي جداول من واقع المعاملات الاحصائيه اللي انا هدخلها واختارها من التابات الموجوده في البرنامج، وابتدي اشوف المتوسط ايه، هو المتوسط ايه، هو الانحراف المعياري زي ما اتكلمنا. لو انت خدت فكره انا قلت المتوسط يتبع ايه في الاول، المتوسط الحسابي والوسط والمنوال والمدى، ده كله بيتبع ايه، حاجه اسمها مقاييس النزعه المركزيه. تمام، لو معانا حد هو بتاع الرياضه هيبقى فاهم يعني. هيخش بقى هنا البرنامج هيستخدم في النزعة المركزية تمام. والتشتت. تمام، والتشتت قلنا بنشتغل على حاجتين، التباين والانحراف المعياري. وانا كده كده في اغلب شغلي بستخدم المتوسطات اللي هي الماين والانحراف المعياري، بستخدم الاثنين دول في الاساس. وهنشوفه طبعا لما نيجي نحلل البيانات على البرنامج ونخرجها، وازاي نشوف ان احنا ايه نحللها بطريقه علميه، وازاي ناخد من الجداول. تمام، زي ما قلنا، زي ما قلت برضو في الاول حضرتك، زي ما قلت وصفيه، احنا قلنا في الاحصاء الوصفي زي ما اتكلمت، والاحصاء الاستدلالي. يا ريت يعني الفكره ما وضحت اننا قلنا موضوع التوزيع الطبيعي والبارومتري واللابارومتري، دي حاجات مهمه جدا واساسيات، لو انا ما مشيتش بيها لا انا بقى ماشي غلط وبطريقه عشوائيه. اي حد بيتعلم احصاء او على برنامج الاس بي اس لو ما عملش الموضوع التوزيع الطبيعي والاعتداليه في الارقام، احنا عندنا لو هنبص كده، عارف حضرتك شكل الهرم او الجرس كده يا استاذ فوزي؟ تمام، يعني زي الجبل كده او الهرم ده في الـ في الـ في الـ في الجراف او الشكل، بيبقى بالاعتداليه التوزيع ما بطلعها في الشكل بتبقى عامله زي الجرس كده او الهرم. تمام، لما باجي اقيسها وبطلعها بالنسبه للشكل وبالنسبه للبيانات دي كلها مدلولات بتعرفني بقى. تمام، هنقول بالنسبه بقى لبرنامج الاس بي اس، انا طبعا ازاي تصيب والحاجات دي انا ممكن ابقى اعمل فيديو ازاي حضرتك تثقب، ان اختلاف طبعا نسخات الويندوز، انا شغال على ويندوز 11، فطبعا هو اي تصيب عادي ونكست، في بس في بعض الامور بقى بالنسبه للسر والحاجات دي انا ممكن ابقى اعمل فيديو بالنسبه للي هيشتغل على البرنامج بعد كده، وازاي يسطبه بالنسبه للويندوز مثلا، معظمنا الويندوز 8 او ويندوز 10 او ويندوز 7. تمام، هو التصيب عادي ما فيش مشكله، بس في حتت بتاع الكراك او الليتنس. حضرتك شغال على اس بي اس اصدار كام؟ انا شغال على كتير، بس انا اللي احنا هشتغل عليه ده فيرجن 22، يعني احنا معانا لحد فيرجن 28 ده اللي لسه نازل حديث. تمام، بس انا طبعا ده اللي هو بالنسبه للي لسه مبتدئ وبتاع، الفيرجن ده كويس اللي هو المتوسط، وفي برضه معظم المعدات الاحصائيه اللي هي اشتغل بيها في اي بحث او اي استبيان هيفرغه وازاي يدخله، هو فيرجن 22 ده كويس. وانا هبقى انزل لحضرتك الرابطه بتاع البرنامج وشرح الفيديو ازاي هو يسطبه ويبدا بقى من واقع ان احنا بنشتغل على البرنامج. تمام، وهنا بنقول ان اول طبعه للبرنامج الاس بي اس ده ظهرت في 1970، وبعد كده ظهرت زي ما قلنا وشركه اي بي ام، والنظام الاول كحضركم عارفين نظام الام اس دوس طبعا بتاع الاوامر، عارفينه صح؟ اكيد طبعا، نظام الصفحه السوداء والاوامر الدوس ده كان موجود في الثمانينات. تمام، ما هو بقى بدا الشغل على البرنامج كده في الثمانينات، وبعد كده مع التطور في التسعينات بدا بقى الاصدار الخامس والسادس، لحد ما وصلنا حضرتك بقول لك للاصدار الكام باين قدامكم، هو الاصدار ال 28،
وفي برامج تانية مساعدة، زي بنعمل بقى إحصاءات بقى متقدمة أو أدفانسد كتير، حاجة اسمها امواس، وفي حاجة اسمها لغة الآر، دي كلها متقدمة. أمال بالنسبة لبرنامج الـ SPS سهل جدا بالنسبة لليوزر أو المستخدم العادي اللي لسه بادئ بيبتدي عايز يتعلم الإحصاء ويطبقها في العموم. بالنسبة له الـ SPS برنامج كويس وسهل جدا. تمام، هذا شرح مثلا. هو بيقول لك هتدخل في قائمة ابدأ وهتلاقي الأيقونة بتاع البرنامج، حاجات كلها طبعا معظمنا عارفين لها، والتصيب نكست طبعا، شرح القوائم. انا طبعا ده هأجلها، ان احنا هبدأ بقى في جزئية كده. انا دلوقتي عندي مثلا هعتبر ان احنا معانا مقياس ورقي، تمام، او عايز طبعا ان المجموعة مش معايا او الناس اللي موجودة معايا مش انا مش عارف اوصل لهم. فاحنا بنشتغل على حاجة يا أستاذ فوزي اسمها السبيان ايه؟ ألو؟ ايوه بنشتغل على السبيان ايه؟ اتفضل استاذ ابراهيم. أيوة، بنشتغل على حاجة اسمها السبيان ايه؟ لو أنا مش معايا مثلا المقياس الورقي أو العينة أو المجموعة اللي أنا اشتغل عليها. فاحنا بنشتغل على السبيان ايه؟ على استبيان ممكن يكون اونلاين أو إلكتروني، تمام، زي اللي الكتروني، حضرتك، أو الفورم اللي أنت بتبعته، ما هو ده. زي الفورم، ما اه، هو ما هو الفورم، بيتعمل عليه اصلا. تمام، والاختبارات والحاجات دي. فانا طبعا انت حضرتك طبعا معظمكم بتشتغلوا على البتاع، بس انا عشان كسهوله حاليا اللي هو الفورم بتاع جوجل ده اسهل مبدئيا من بالنسبه لمايكروسوفت. تمام، فاحنا بندخل بدايه كده، هو عندنا صفحه جوجل، لما كلنا بنكتب جوجل، تمام، يا ريت اللي عايز يطبق معايا يدخل. تمام، يا ريت نبدأ. أبدأ كده ولا خلاص كله تمام معايا؟ احنا ندخل على صفحة جوجل العادية، محرك بحث بتاع جوجل، تمام؟ تمام كده يا أستاذ فوزي؟ اتفضل استاذ ابراهيم. ماشي، وهندخل طبعا، هبقى مسجل بإيميل الجيميل بتاعي، وهدخل على كلمة جيميل، وهاجي من القائمة المنسدلة دي. هختار طبعا، احنا طبعا ممكن واحد هيبقى عنده النظام بالعربي وهيبقى فيه عنده بالايه بالانجليزي. طبعا انا هستخدم هيبقى عندك مثلا الدوكمنت هتبقى بالانجليزي، يعني هنا مكتوبه مستندات، فادخل على المستندات. تمام، فتحت لي طبعا اللي هي الصفحه بتاعتي، فادخل برضو طبعا هنا من عند المستندات، واختار النماذج اللي هي الفورم طبعا زي ما قلنا، تمام، اللي هي شكلها. فتحت طبعا دي، انا طبعا معايا السبان الورقي، هطبق عادي. يعني احنا مثلا هندخل نعمل، انا لسه عامل دي طبعا، الشغل معمول قبل كده عندي فبيتخزن اوتوماتيك. هندخل هنا من علامة الزائد دي، انشاء نموذج جديد او كرييت نيو لو بالانجليزي طبعا. فتح لي الفريم او الواجهة بتاع الفورم بتاعي او النموذج. طبعا هنا هكتب عندنا مثلا ايه، ممكن عنوان نكتبه مثلا، هنقول السبيان ايه سوزي، ممكن معايا كده السبيان حول الاحتياجات السيبيريا في عصر الرقمنة. تمام، تمام كده. في حد معظمنا اشتغل، يعني في حد، يا ريت في حد اشتغل على الفورم جوجل او ما هما يعني المجموعة اتدربوا عليه وأكيد بيشتغلوا عليه. يعني نختصر ولا اكمل ولا؟ لا، خد منه المفيد يعني. ماشي خلاص، المفيد يعني انا هشرح جزئية فقط في البيانات نفسها. خلاص، هنا طبعا قلنا السيبيان احتياجات التدريبية في عصر الرقمنة. لو في وصف بسيط للمقياس او للسيبيان هوصفه هنا. تمام، اجي هنا مثلا عندي اول سؤال. ما طبعا بنقول في السيبيان اللي هي البيانات الديموغرافيه اللي احنا بنتكلم عليها دي مهمه جدا، لما نيجي نعملها طبعا في الاحصاء الاستدلالي عندنا ونقارن ونحط فرضيه، لازم يبقى عندي ايه هي البيانات الديموغرافيه اللي ممكن ناخدها. ايه البيانات الديموغرافيه او البيانات الاوليه زي ما بيقولوا برضه؟
ممكن تاخد الاسم والنوع. تمام، احسنت يا استاذ فوزي. تمام، دي البيانات الديموغرافيه بتاعتنا اللي هي الاساسيه زي الاسم، انه طبعا الاسم بحطه اختياري عشان ما يبقاش فيه حساسيه، في ناس ما بتحبش تكتب اسمها. تمام، فبنقول اختياري وبنسيب الحريه. نجي مثلا النوع، هنقول النوع ذكر، وهنختار بقى من الخيارات المتعدده هنا. عندنا حاجه اسمها اجابه خطيره، بس احنا هناخد خيارات متعدده. ليه؟ عشان عندي النوع بنقول ذكر وانثى. تمام، هو حتى جابها لي اوتوماتيك عشان كان موجوده قبل كده. طبعا الذكر ده خد تركيم واحد والانثى خد تركيم اثنين. وهنبتدي بقى بالمنوال. لو انا هعمل هنا تكرار على طول كده، بس اهم حاجه ان انا الحاجات المطلوبه لازم اقول لها مطلوب واعمل لها تقييد، عشان لو سبتها وما عملتلهاش عمليه تقييد زي كده او مطلوبه ممكن المبحوث ينساها. تمام، فانا بعملها عمليه تقييد اللي هو السهم ده، وابتدي اكمل. اخترنا النوع، اخترنا طبعا كل حاجه عندنا هنا القائمه مختلفه. اخترنا النوع، اقول هنا مثلا التكرار، هنقول مثلا العمر. واحنا زي ما اتكلمت في حته قلنا عندنا حاجه اسمها بيانات كيفيه وبيانات كميه. بيانات كميه في حاجه اسمها بيانات متصله ومنفصله. فاحنا العمر مثلا، العمر ده ممكن نحطه في ايه، في شكل ايه؟ يعني احنا قلنا هنا النوع ده بيانات ايه، كيفيه، صح؟ ذكر وانثى. تمام، في العمر انا ممكن مثلا اكتب ايه، اكتب من فتره مثلا، اقول ايه العمر من 20 سنة لأقل من إيه؟ لأقل مثلا من 30. أنا كده عملته لإيه؟ عملته لفترة ومن 20 لأقل من 30. واجي اللي بعديها من 30، تمام؟ من 30 لأقل من 40. واجي مثلا في الخيار الثالث أقول من إيه؟ من 40 سنة فأقصر. انا عملت بالنسبه للعمر، بدل ما انا بسيبه فاضي ما ينفعش اقول 30 40 50 وارجع اعملها كده. فانا في ناس بتعملها مفتوحه والمبحوث وارجع بعد كده انا اعملها كده. وانا ممكن احط الفترات، لو انا فهمتني فتره متساويه يعني من 20 ل 30 لاقل من 30، وبعد كده من 30 لاقل من 40، وبعد كده من 40 فأقصر بقى، يعني معانا بقى لحد الايه، وطبعا عندنا هنلاقي خيارات لو فقره مختصره. لو انا هدي له سؤال، عندنا الاسئله حاجه اسمها اسئله مغلقه اللي هي كده، واسئله مفتوحه. لو انا هدي له سؤال مفتوح واقول له ما المعارف المكتسبه من الاحتياجات التدريبيه بالنسبه لايه، لجروب الاحتياجات التدريبيه، احط له لو الفقره كبيره احط له فقره كبيره كده وهيبتدي يتكلم. تمام، لو فقره قصيره او حاجه قليله خلاص. وطبعا عندنا حاجه اسمها المربع الاختيار برضو، ده ببتدي ده بيعمل لي زي نظام حاجه اسمها المربع الاختيار، او اللي هي اللي زي ما بنقول المقياس ريكارد اللي احنا بنشتغل عليه. نعم، الى حد ما لا. تمام، ابتدي نعمل له كده نعم. هل الحاجه دي انت فعلا بالنسبه لك اقول نعم او موافق. موافق، واجي مثلا في اللي بعديها موافق الى حد ما. ممكن اقول غير موافق عليها. تمام، غير موافق، ده بنسميه اسمه مقياس ريكارد الثلاثي، اللي هو بياخد تصنيف 3 2 1، وفي رباعي في خماسي في سباعي على حسب بقى ما الباحث بيستخدم. وكل طبعا لما المقياس ريكارد ده بيبقى الفات بتاعته اكتر بيبقى احسن في الدلائل والنتائج اللي بنطلعها بعد كده. اهو بيبقى اصعب ممكن على المقوس. وطبعا كل مبحوث على حسب ايه، على حسب مثلا لما اجي استخدم مع ذوي الهمم او ذوي الاعاقه. لا انا ما بعملهمش استبيان ولا مقياس، يعني احنا عندنا الادوات دي هنبقى نتكلم برضه عليها بعد كده. في استبيان، في حاجه اسمها الصبار دي بنستخدمه للاطفال واللي هم الفئات الغير متعلمين والناس الكبيره، وذوي الهمم بنستخدمهم حاجه اسمها طريقه براير، بيبقى استبيان كده للحروف البارزه. المكفوف برضه انا بعمل له الصبار، ده الفرق بين السبيان والصبار. الصبار زي ما قلنا بيستخدموا الاطفال، الفئات اللي مش متعلمه، كبار السن مع ذوي الهمم. تمام، زي المكفوفين.
ممكن اعمل له طريق بلاير، دي بتبقى صعبه، او ممكن انا بقول له الاسئله وهو يجاوب عليا وانا اعلم في الايه في الصباح. تمام. وبنبتدي بعد كده بقى هي في طبعا حاجات واشكال مختلفه، اذا كنت هضيف فيديو هعمل وبعد كده بعمل عمليه الارسال. تمام. هنا لو عن طريق مثلا بريد الالكتروني، لو عندي مجموعه بريد بكتبهم. تمام. وبعمل لها عمليه مثلا، هنا ده اللينك بتاعي اللي اهم حاجه. تمام. اللي انا باخده بعمل له عمليه تقصير ولا تضمين عشان يبقى صغير، واعمل له ناس، هو ابتدي ابعته بقى للناس عن طريق الجروب، بيبتدي يشتغلوا عليه. تمام. انا طبعا هنا عندنا نماذج جاهزه طبعا، كانت معموله قبل كده. يعني مثلا ناخد نموذج زي ده، مثلا طالب بحث علمي اسمه فادي، يعني من الطلبه الممتازه جدا، كان في مسابقه، حاجه اسمها مسابقه الايسف، ده اللي كان مثلا موضوع البحث بتاعه، انا كنت يعني المشرف الاكاديمي عليه، كنت محكم برضه. الموضوع بتاعه كان عن اثر الالعاب الالكترونيه الخطيره على سلوك الاطفال. تمام. وزي ما قلنا هو عندنا مثلا اسم اختياري اهو. تمام. وهنا السن اهو زي ما مفتوح، هنا المرحله الابتدائيه والاعدادي. هنا مثلا السؤال تحب الالعاب والحروب المغامره، او يقول نعم طبعا او لا، نعم او لا. تمام. هل تحب العاب الذكاء وتنمي المهارات؟ هي طبعا هيقول نعم او لا. طبعا نعم. قلنا هتاخد فيه استاذ ابراهيم، معلش، فيه صوت اطفال حواليك. في تمام ماشي تمام كده يا سوزي. هل هناك وقت محدد تقضيه للالعاب، نعم او لا؟ تمام. لا، في صوت اطفال وفي بكاء، مش لا، هو ممكن في الشارع، مش في طب ثواني ثواني تمام كده يا فوزي. تمام كده. الو، السلام عليكم. الو، تمام كده. تمام، اتفضل استاذ ابراهيم. ماشي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تمام. احنا طبعا ده شكل الاستبيان طبعا، بعد ما حولناه، بعد ما كان ورقي والاسئله موجوده عليه، نجي هنا مثلا بعد عندنا عدد الردود 20، هنشوف اهو اسم ولي الامر، وطبعا عندنا الجراف او الشكل البياني ظاهر اهو، النوع اهو ذكر او انثى، عندنا هنا العدد مثلا 16 وهنا 4 عشان عندنا طبعا العدد الاجمالي 20. تمام. نيجي برضو بالنسبه للسن، طبعا شوف هو مقسمها لي هنا 32، فانا طبعا لو كنت عملتهم فئات من الاول كان يريحوني. تمام. فابتدي انا بقى طبعا اشوف اعمله فئات واحط كل المرحله السنيه في نفس الفئه. ونيجي هنا طبعا الوظيفه، وظيفه ولي الامر. تمام. وهنلاقي طبعا كل المؤهل، مؤهل عالي فوق متوسط. تمام. اهم حاجه بقى نقطه تعنينا هنا اللي هو تصدير ملف الاكسل ده. هو ده، انا طبعا عملت الاستبيان وحولته والناس جاوبت عليه في الردود والاستجابات، هدوس طبعا على الملف الاكسل. هو طبعا عشان حق جدول البيان المحمي ان هو بتبعت لصاحب الحاجة ان هو يقبل عشان يعمل لك تصدير لملف الاكسل. فاحنا طبعا احنا عملنا ملف الاكسل وعملنا له داونلود على الجهاز عندنا. تمام. ونازل بقى جاهز. ايه بقى الخطوه بعد كده بقى؟ انا هبتدي اشتغل طبعا
هنبتدي نتكلم كده في حتة زي ما قلناها، احنا هنشتغل على مثلا استجابات نعم إلى حد ما. لا نعم دي يعني بهدي للمبحوث اللي على السؤال الأول أو الاستجابة الأولى مثلا في الاستبيان بتاعي، جاوب النعم هدي له 3، قال في العبارة اللي بعديها قال إلى حد ما هدي له 2، تمام، قال لا أو غير موافق هدي له إيه 1. هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه يا استاذ تمام ابراهيم، ان هو تمام بيحول المجتمع الوصفي تمام الى ارقام. تمام فاحنا هناخدها كده مثلا، هنشوف هنشوف كده ملف جاهز طبعا كده على الاكسل ازاي نعمل له حاجة اسمها قوة نسبية أو أوزان. تمام ده على برنامج الإكسل. يعني إحنا ممكن ناخدها كده نفتح ملف الإكسل فاضي. تمام طبعا احنا قلنا مثلا كده بالصف كده المبحوثين هيبقى عندي مثلا لحد 20، انا عندي مثلا هقول سين 1، انا ادي مثلا نموذج مبسط كده ماشي، هنقول سين 2 سين 3 سين 4 مثلا سين 5، هندي مثلا ده هنا طبعا هيبقى عندي اول مبحوث، عندي 5 أسئلة اهو مثلا، هنقول مثلا المجتمع بتاعنا عشر أفراد. تمام طبعا زي ما قلنا يا أستاذ فوزي ده السؤال الأول أهو. تمام أكبر شوية كده الصورة واضحة، أكبر أستاذ فوزي واضحة واضحة أستاذ. تمام ماشي، يبقى احنا كده عندنا الأسئلة بتاعتنا ايه بتاع مثلا البعد او حسب البتاع. فطبعا هو قال لي انا قلت هنستخدم مقياس ليكارد الثلاثي، هو قال لي موافق على اول حاجة المبحوث رقم 1، تمام اروح مديله 3. تمام الف العبارة الثانية الى حد ما هديله 2، الف العبارة الثالثة لا او غير موافق اديله 1، وجا هنا مثلا قال لي موافق موافق. تمام استاذ ابراهيم معلش سؤال، هو حضرتك اللي هتعملها على الاكسل ولا هو السلام هيطلعها لوحده؟ عليكم. مين؟ لا في الاستبيان الالكتروني هيطلع لي، بس هو طبعا عشان انا ال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ فوزي ايوه اتفضلي استاذة مبروكة اتفضلي. اتفضلي استاذة استاذ مبروك. مبروكة استاذ فوزي مش سامع شيء، بالنسبة لحضرتك صوت مش واضح، مش واضح كده؟ لا مش واضح كده استاذ فوزي. لا الصوت واضح، ممكن طيب يكون عند حضرتك بس. تمام كده يا استاذ فوزي، بص حضرتك ان لما دخلنا هنا وقلنا الردود طبعا اهي حضرتك شايف الملف ده بتاع الاكسل. ايوه تمام اتفضل طبعا اول مره انا بنشئ له الملف اهو، هو قال لي ان طبعا ده انشاء اول مره، عايز اسميه بسميه اي اسم اهو، الاحتياجات التدريبيه، اعمل له طبعا ايه انشاء. طبعا انا كده عملت الانشاء اهو، طبعا هيظهر لي كده وبالشكل ده، وطبعا هيبقى في البيانات بقى طبعا، احنا عشان لسه مفيش بيانات فكتبنا تمام النوع بس والحاجات دي اهي، وابتدي بقى زي من الملف هنا وتنزيل.
واختار بقى انا عايزه بي دي اف ولا عايزه اكسل. طبعا احنا عايزين الاكسل عشان اعمل له تصدير بعد كده في البرنامج. ونزله لي اهو الاحتياجات التدريبيه اهو، بفتحه يبقى موجود عندي طبعا، حفظته في المكان اللي انا هختاره بعد كده. تمام، لكن هو طبعا اللي انا فاتحه. تمام، ده الجزئيه اللي انا بشتغل فيها، ان انا طبعا عايز اعرف قوه العبارات بتاعتي. العباره الاولى مثلا قلت ايه، ان الجروب في المعارف مثلا او النوليدج، ان اعضاء الاحتياجات التدريبيه اكتسبوا معارف. تمام، بالنسبه للجانب التحول الرقمي. تمام، ساعدتهم في الجانب الوظيفي مثلا. العباره الثانيه مثلا ان اهلتهم لبعض الوظائف المهمه. تمام كده بنفس المنوال. فانا قلنا اول استجابه قال عليها نعم، فديته الثلاثه. لا لحد ما مش مع انا بالنسبه لي ما اثرتش معايا في كده المعارف، هروح مديله الاثنين. الثالث قال لا، ما انا ما استفدتش من المحاضره دي، او محاضره مثلا، محاضره مثلا زي ايه، كتابه السيره الذاتيه. تمام، هو ما استفدش بيها، ما نفعتوش، او المقابله الشخصيه الانترفيو. ايوه السلام عليكم. تمام؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش سامع حاجه يعني، هل الصوت واضح مستر؟ تمام ايوه الصوت واضح استاذه مبروكه، الصوت واضح، ممكن المشكله تكون نت عند حضرتك. تمام كده استاذ فوزي، سامعاني استاذه مبروكه؟ كمل استاذ ابراهيم. تمام اني لقيت ملف مثلا هنا اهو، ده مثلا الشكل هو استاذ فوزي ظاهر عند حضراتكم كده، ظاهر كده استاذ فوزي؟ ايوه اتفضل اتفضل استاذ. ده ملف جاهز اهو هيوفر علينا. تمام، هاجي هنا عندنا طبعا دي البيانات الديموغرافيه اللي قلنا عليها في الاول اهي. تمام، الحاله التعليميه للام، انا عندي مثلا الحاله التعليميه احنا كودناها في حاجه اسمها كود. انا اخترت في الحاله التعليميه للام، ممكن اكتب ايه في الاول في الحاله التعليميه؟ في الحالة التعليمية اكتب ايه؟ ربط منزل الحالة التعليمية غير متعلمة. تمام؟ مؤهل متوسط اديته 2، 3 مؤهل فوق متوسط، 4 الكود 4 مؤهل عالي، الكود رقم 5، وابتدي بقى اكود هنا. المبحوث رقم 1 قال لي لا ده انا الحالة التعليمية مثلا الأم بالنسبة له غير متعلمه، فانا طبعا هكود واحط الترميز بتاع البيانات. تمام، لحد ما احنا مثلا عندي هنا العينه 22 مثلا. تمام، العينه بتاعتنا 22 عندنا طبعا في البيانات، الحاله التعليميه للام وللاب، والحاله التعليميه وترتيب الاسره، ترتيبك الكامل اول الثاني الثالث، الصف الدراسي، الصف الاول الثاني، وكل واحد طبعا بياخد الكود الخاص بيه، السن نفس النظام، النوع دي يعني معظم البيانات التوموغرافيه الاوليه اللي احنا ممكن نلاقيها في اي استبيان. وطبعا المفروض ان احنا بعد كده هنعرف الفرق بين زي ما قلنا الاستبيان والصبار، دي كلها الادوات اللي بنستخدمها في الـ في الـ في الـ في البحوث العلميه عندنا. تمام، نيجي مثلا هذا بعد زي الايه ده مثلا، الدراسه دي كانت بتتكلم عن صعوبات التعلم بالنسبة للطلاب اللي هم في الدمج. طبعا حضرتك عارف الدمج يا فوزي صح؟ فصول الدمج والحاجات دي في المدارس صح؟ أستاذ فوزي؟ ألو؟ أيوه يا أستاذ إبراهيم، اتفضل يا أستاذ إبراهيم. أي فإحنا موضوعنا بيتكلم عن إن أنا بنمي كفاءة اجتماعية ومهارات للطلاب صعوبات التعلم. فأنا بقى بالنسبة للبعد الأول هنمي له حاجة اسمها مهارة إيه؟ التواصل الفعال او الكوميونيكيشن. وعندنا مثلا البودي بيتكون من كام سؤال اهو، كوتشن 22 سؤال، وحطينا الاستجابات بتاعتنا زي ما قلنا كده وفصلناها، اللي هي نعم الى حد ما لا، وكل واحد خد التوزيع بتاعته. وعندنا قلنا عندنا العينه 20 اهي. تمام، والبعد الثاني مهاره العلاقات الاجتماعيه. تمام، وبرده كله خد البيانات بتاعته. والبعد الثالث
او ما بعدين. تمام، دي الدراسه اللي هقوم بيها، حاجه اسمها دراسات تجريبيه. انت حضرتك زي ما كلمت في الاول يا دكتور فوزي، احنا عندنا الدراسات ايه؟ دراسات كشفيه واستطلاعيه. عندي مشكله جديده زي كورونا، اول ما طلعت احنا عملنا لها حاجه اسمها دراسه استطلاعيه، ان احنا ما فيش بيانات ولا دراسات سابقه اتكلمت عنها، فاحنا عملنا لها حاجه اسمها دراسه ايه؟ استكشافيه واستطلاعيه. تمام، وبدأنا عملنا عليها دراسات الاستطلاعية وطلعنا بيانات وعرفنا حجم العينة والإحصائيات على المستوى المحلي فين، وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الدولي. وبدأ بعد كده ناس طلعت عملت دراسات وصفية زي ما حضرتك اتكلمت، بدأت توصف الظاهرة من واقع بقى أبعادها المختلفة. تمام، من الواقع مثلا النفسي، الواقع الاجتماعي، الواقع التكنولوجي بالنسبة للمدارس طبعا، التحول الرقمي والطلبة والمخاطر اللي بتحصل لهم من مواقع استخدام التكنولوجيا في أزمة كورونا زي التنمر الإلكتروني ومخاطر الألعاب الإلكترونية اللي سمعنا عنها زي بابجي والحوت الأزرق. كمان دي كلها في الإيه، في الوصف. أما في التجريب، إن أنا بقى هنمي مهارات، بيبقى عندي حاجة في الدراسات التجريبية دي اسمه قياس قبلي وقياس بعدي. تمام، اللي احنا طبعا هنشتغل عليه النهارده في البرنامج. انا عملت برنامج لاهداف واستراتيجيات، وعملت السبيان بتاعي اللي هو ده، طبقته على الطلبه، والطلبه حطينا النتائج، قسنا على البرنامج، طلع نسبه الطلبه بالنسبه للمهارات دي ضعيفه. تمام، بالنسبه للكفاءه الاجتماعيه والبتاع النسبه ضعيفه. جينا حطينا البرنامج بتاعنا والمتغير التجريبي بتاعنا، وجينا قسنا حاجه اسمها القياس البعدي بقى، اهو بعد اثر البرنامج وطبقناهم على نفس الطلبه. تمام، لقينا النسبه ارتفعت. تمام كده يا استاذ فوزي؟ تمام استاذنا، اتفضل. ماشي كده، احنا بالنسبه للايه للاستبيان اهو هناخده. احنا طبعا فيها هيبقى عندنا، هنبتدي بقى شغل على البرنامج. واحنا كده الفترة الأولى خلصت يا فوزي، ولا الفترة الأولى خلصت كده؟ لا، ما زال أستاذنا شوية. تمام، ماشي، يعني ممكن أتكلم في الجزء ده ولا أدخل على طول بقى في ال حضرتك هتبدأ العمل الآن؟ أنا كنت هدخل على البرنامج أقول التبات بتاعته والشكل طيب والحاجات دي، وبعد كده بتبقى خلاص. طبعا خلينا بقى ندخل على البرنامج، يبقى الجزء الثاني. هننقل الان الجزء الاول ماشي. طب في جزء مثلا، معلش، في الاستبيان او ازاي ان انا مثلا ادخله او البتاع، ان انا هتكلم في جزئيه دلوقتي. انا عندي اتفضل. طبعا عندي لما تيجي تدخل على العملي نخليه في جزء لوحده. ماشي، انا عندي مثلا قلنا البيانات هي مثلا، هناخد مثلا البعد ده في الاول كده. هتكلم برضو في حتة بيبقى عندنا في القياسات، بنعمل حاجة اسمها زي ما قلنا قياس قبلي وبعدي، وبعمل حاجة اسمها مجموعة تجريبية مثلا واحدة ايه، وبعمل لي حاجة اسمها مجموعة ضابطة عشان تضبط لي التجربة. أنا قست على المجموعة التجريبية اللي هطبق عليها، والمجموعة الضابطة دي هطبق عليها المقياس فقط. تمام كده، واضحة؟ يبقى أنا المجموعة الضابطة دي، يعني احنا عندنا التصميمات التجريبية دي ليها أشكال كتيرة متعددة، بس أنا بقول الطرق الطريقة الأولى فيها بستخدم حاجة اسمها المجموعة الواحدة اللي هي قياس قبلي وبعدي. الطريقة التانية دي اللي احنا مثلا شغالين عليها على السبيان اللي معانا ده، النموذج اللي احنا شغال عليه، بنستخدم مجموعتين، حاجة المجموعة التجريبية اللي هي الأساسية بتاعتي بتاع الدراسة أو الموضوع البحثي بتاعي، وبعمل لها قياس قبلي وبعدي. المجموعة الضابطة دي بطبق عليها المقياس فقط قبلي وبعدي، ما بدلهاش البرنامج بالاستراتيجيات بتاعته، بالأنشطة، بالحاجات المختلفة بالبرنامج اللي أنا كباحث حطيته أو كمدرس حطيته للطلبة اللي هم الضعاف عندي. إذا كانت في قلنا طبعا صعوبات التعلم، في حاجة اسمها صعوبات إنمائية، صعوبات الأكاديمية والصعوبات الاجتماعية، طبعا أكيد معظمكم أساتذة وكلنا عارفينهم صح، اللي هي في القراءة والكتابة والمواد الأساسية. فأنا طبعا عايز في الجزء ده حاطط له مجموعة أنشطة. انا بحط حاجه اسمها مجموعه ضابطه بتضبط لي العين الاحصائيه بتاعتي عشان تطلع سليمه وتبقى قويه، بتبقى احسن من المجموعه الواحده. المجموعه الواحده بتبقى ايه، بتبقى ضعيفه شويه.
تمام. واحنا كده كده باذن الله، كنت بكلم مستر فوزي ان احنا كنا بادئين في مشروع اللي هو رحله بحث اكاديمي. المفروض ان احنا بنبدا بالاول ازاي بعمل بروبوزر واطار بحثي. احنا اتكلمنا في محاضره قبل كده وحضراتكم راجعتوا في الفيديوهات بتاع القناه، كنا عاملين محاضره بتاع رحله بحث اكاديمي ازاي بدينا، ازاي انا ببدا طالب لسه بعد الانظر وعايز ادخل دراسات عليا، ايه هي الخطوات والشروط اللي ببداها، وبعد كده اما بدخل بقى ازاي بقيت طالب دراسات عليا واتقبلت وبعمل الاطار. ده اللي المفروض ان احنا كنا هنشتغل عليه بعد كده، بدايه من ازاي اعمل البروبوزر بتاعي او الخطه البحثيه، وبدخلها حاجه اسمها سيمينار تمام، وابتدي اتقبلت وبتدخل حاجه اسمها مجلس قسم ومجلس كليه ومجلس جامعه، وابتدي بتوزع على المشرف بتاعي، والمشرف بيبقى فيه مشرف اكاديمي الاول او مرشد اكاديمي ليكي بيساعدك، وممكن هو يعني 80% بيبقى هو المشرف بتاعك بعد كده، وتبتدي تشتغلي بقى على الرساله بتاعتك في الجزء النظري والجزء العملي اللي احنا بقى بنتكلم عليه، بدايه من مشكله الدراسه والاهداف دي المفروض ان احنا هنتكلم عليها في مشروعنا بتاع رحله بحث اكاديمي، ازاي نعمل مشكله الدراسه صح وابداها صح من العمل الخاص. عندنا طبعا الدراسات السابقه، الاهداف ايه انواعها، ازاي صغها، الفروض طبعا زي ما اتكلمنا عليها، ايه برضه انواعها وازاي صغها بشكل علمي مش بشكل عشوائي تمام. ده طبعا في وعندنا طبعا حاجه الجزء الاجراءات المنهجيه اللي هي نوع المنهج المستخدم، المناهج اللي بنستخدمها، طرق سحب العينات الاحصائيه اللي احنا اتكلمنا عليها، الوصف والاستدلال وحاجات المنهج زي منهج المسح الاجتماعي كامل، مسح دراسة حالة، ناخد دراسة حالة ممكن فرد واحد ممكن جماعة ممكن مجتمع تمام. دي كلها من الحاجات الأساسية اللي احنا ممكن كبحث علمي نبدأ بيه من الأول، وبعد كده نرجع نطبق النتائج والتحليلات الإحصائية في الآخر. احنا بدأنا من الآخر تمام، بس بعد كده لما نبدأ طبعا زي ما قلنا البروبوزر بتاعنا اللي هو زي ما قلنا مشكلة الدراسة والدراسات السابقة والأهداف والإجراءات المنهجية، ونجي بعد كده اذا كان بقى طبعا دراسات تجريبيه بقى عندنا فصل خاص بالبرنامج بتاعنا، وبعد كده فصل مناقشه النتائج وتحليل الفصل بتاع التحليلات الاحصائيه ومناقشتها بقى النتائج في الاخر، واذا كنت احط تصور مقترح ليا من واقع النتائج اللي خرجنا بيها من البحث بتاعنا او الرساله، وطبعا ازاي برضو ان انا اوثق المراجع الصح، ازاي اكتب الصح. عندنا مثلا نظم التوثيق الحديثه زي الاي بي اي، مش وفي حاجه اسمها الام ال اي، دي كلها نماذج توثيق المراجع، ازاي ما اخد مثلا من رساله ماجستير اوثقها ازاي صح، ازاي ما اخد من كتاب علمي اوثقه ازاي صح، ازاي اخد من موقع الكتروني اوثقه صح. دي كل اشكال مختلفه انا ممكن استخدم بالشكل التقليدي غيري، بس انا الاحسن ان احنا نستخدم نظام الاي بي اي، وليه فيرجنات مختلفة طلعت فيه اللي هي الجمعية الأمريكية للتوثيق العلمي تمام. إزاي أنا مثلا أحط الملاحق صح، إزاي أبحث بقى عن المراجع دي صح، مش أخد أي مرجع وخلاص من على أي موقع وأحطه في الرسالة بتاعتي، إزاي أبحث صح، مهارات البحث الصحيحة دي برضه إحنا ممكن ناخدها مع بعض، أبحث في المواقع الأكاديمية الصحيحة في بعض المهارات اللي إحنا ممكن ناخدها، دي كلها حاجات مهمة. ازاي برضو في مواقع مهمة ان انا مثلا عندي عايز اعمل حاجة اسمها اطار نظري في البحث او الرسالة، في مواقع انت ممكن بتوفر عليك وقت وجهد بتدخل لها البتاع طبعا فيها جزء، هو بيديك جزء مجاني زي ما حضراتكم عارفين جزء مجاني، ولو انت عايز مثلا الحاجة كاملة بتبقى بأجر، بتبقى مبلغ مالي، فانت بتجرب لقيت الموقع كويس وساعدك كويس بتبتدي تكمل. دي كلها مهارات احصائيه وتكنولوجيه بتساعدك في عمليه البحوث العلميه مع عمليه طبعا الرقمنه والتحول الرقمي اللي احنا بنتكلم عليه تمام. تمام كده، في اي مشكله كده؟ لا كمل استاذ. طب في اي استفسارات تاني قبل ما ندخل على شغل البرنامج استاذ فوزي؟ خلي الاستفسارات في الاخر خالص. طيب ما فيش مشكلة، أنا كده وضحت برضو. هي في حاجات كتير أنا كنت عايز أقولها، وحاجة برضو اسمها الصدق والثبات، دي حاجات برضو مهمة، بس دي طبعا مش هتنفع معانا في المحاضرة دي. خلي كل شيء في حينه ساعة التطبيق العملي. تمام، نبدأ كده مثلا ندخل على البرنامج. إذا هتبدأ ننهي لقاء الجزء الأول. تمام.
في لقاء اليوم بنحيي أستاذ إبراهيم على محاضرته اليوم وهي الخاصة ب توظيف المهارات الإحصائية للبحوث العلمية من خلال برنامج SBSS. بنشكر أستاذ إبراهيم، كما نشكر رواد فريق الاحتياجات التدريبية القرن 21 لوجودهم معنا. الشكر الخاص لأعضاء فريق الاحتياجات التدريبية وأستاذة مبروكة بخير مسؤول الصالون الليبي، وأيضا أستاذ لطفي الزرقاني ممثل عن مصلحة التفتيش والتوكيل الليبي. بنشكرهم جميعا وننهي الجزء الأول وعلى موعد مع الجزء الثاني إن شاء الله بعد قليل. شكرا لك سيدي، شكرا لك أستاذ فوزي.